كم نهار تونسي قضيت عامين في السجن وسنوات رمضان من اجل الاستقلال ما وقع هذه اللحظه عليك؟ كان في 20 مارس في بعيد في مقر وزاره الخارجيه كان وزير الخارجيه الفرنسي ورئيس الحكومه التونسي طاهر العمار معه عمل بسيط امضوا على وثيقه الاستقلال في الحقيقه كمناضلين الاستقلال الداخلي كنا نعمل ليه يعني الحكم الذاتي يعني الحكم الذاتي الاستقلال التام جاء في وقت قصير اقل من عام من بعد الاستقلال الداخلي بينما اتفاقيات الاستقلال الداخلي
قداش من واحد عطاه الله، قداش من واحد عطاه الله، وعدت